تخفيفا من معاناة محافظة المفرق التي تواجه تحديات كبيرة على مستوى الخدمات والقطاعات، خاصة قطاع المياه، بعد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين تم افتتاح عدد من محطات التزويد المائي في البادية الشمالية من المحافظة. إلى التفاصيل. بهدف دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين وتحسين الوضع المائي في بعض المناطق التي تعاني من شح المياه، افتتح وزير المياه والري حازم الناصر عددا من محطات التزويد المائي والخطوط الناقلة في دير الكهف والبادية الشمالية بطاقة إجمالية تزيد عن 580 متر مكعب بتكلفة 8 ملايين دينار أردني بتمويل من الصليب الأحمر ووزارة المياه والري. تم بالتعاون مع الممولين العالميين تمويل عدد كبير من المشاريع خلال 3 سنوات الماضية بقيمة تزيد على 55 مليون دينار أردني، شملت معظم هذه المناطق ابتداء من منطقة صبحة وصبحية وأم القطين ومنطقة البستان ودير الكهف والمكيفتة وحمرة صحيم والمنارة وغيرها من هذه المناطق، ومشاريع أدت إلى زيادة التحسين المائي، وآخر هذه المشاريع ما قدمته لجنة الصليب الأحمر بواقع حوالي 12 مليون دينار أردني لزيادة التزويد المائي من خلال مد خطوط جديدة وبناء خزانات ومحطات ضخ واستبدال بعض الشبكات القديمة المهترئة. الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة دعت المنظمات الدولية إلى ضرورة تقديم المساعدة للأردن لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في مجال المياه والصرف الصحي، بهدف تحسين خدمات المياه في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين. تأتي هذه المشاريع استجابة للظروف الطارئة التي شهدتها مناطق الشمال، وخاصة بسبب نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لمحافظات الشمال الأربع، بما يزيد عن 1,400,000 لاجئ من الأشقاء السوريين، والتي رفعت الطلب على المياه في مناطق الشمال إلى أكثر من 40%، حيث سيؤدي تشغيل هذه المرافق المائية إلى تحسين التزويد في جميع هذه المناطق وتقليل نسبة الفاقد، وبالتالي توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب.